الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل لما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها الإخوة، إن من الاستعدادات الجيدة والجميلة لاستقبال شهر رمضان القادم إن شاء الله أن نجتمع مثل هذا اللقاء في مثل هذا المسجد، نتذاكر ونتدارس بعض مهمات أمورنا وبعض ما يتعين علينا استحضاره والعلم به مما يقدمنا إن شاء الله في تطبيق ديننا وفي تنفيذه. وفي هذا اللقاء أود أن أحدثكم حديثا يسمح بمثله الزمن المخصص لهذا المجلس عن رسالة المسجد. أما المسجد وفضله وبناؤه والاهتمام به والشغف به، فيبدو أن هذا أصبح واضحا في أذهان الناس، ونحمد الله تعالى على أن هذه الأمة في هذه المدن المغربية أصبحت تحتضن فكرة المسجد، أصبحت تؤمن بالمسجد وتشتغل في المسجد وتعمل على بناء المسجد إن لم يكن موجودا. في زمن مضى كان هناك إما إهمال وعدم اهتمام بقضية المسجد، بل قد كان هناك في بعض المرات اعتراض على بناء المسجد في جهات كان الناس لا يرحبون ببناء المسجد، لأنهم يرون أنهم تجاوزوا مرحلة المسجد و روح المسجد، وهم أناس قد قرروا أن يدخلوا مجالا جديدا وأن يحيوا حياة أخرى بعيدة ومنفصلة عن الدين. ولكن هؤلاء ولله الحمد تضاءل حجمهم وتراجعت كتلتهم، وأصبحت الأمة عموما ترغب في المسجد، في بناء المسجد. لذلك حينما يتساءل بعض الناس ويطرح السؤال، لأنه يعيش عن بعد ولا يعيش مع الأمة، لا يعيش مع الأمة ولا ينخرط فيها ولا يندمج فيها، يقول ويوجه سؤالا أو يوجه توجيها وانتقادا ويقول للناس: لماذا تبنون المساجد؟ نقول: لأن الأمة تريد المساجد، ولا أحد يستطيع أن يفرض رأي آخر على الأمة. هذه مساجد لا تبنى بتعليمات فوقية، هذه جماهير كلها تريد أن تكون لها مساجد لتصلي فيها. أي ما من حي لا يوجد فيه مسجد في أي مدينة كان إلا وترى الناس يجتمعون ويتحركون، فمن نستطيع أن يرد هؤلاء ويقول لهم: لا تفعلوا ذلك لأنني لا أرى ذلك؟ من؟ ونحن نتحدث عن شيء اسمه الديمقراطية. من الديمقراطية أن لا تواجه أمة. إذا كنت في ذاتك لا تريد المسجد ولا ترى له حاجة ولا ضرورة، لأنك لا تصلي الجماعة ولا تعرف حياة المسجد، فدع الآخرين على الأقل ولا تزعجهم بهذا. لأن الواحد إذا أصبح يرشد أمة ويبين للأمة بأنها على خطأ، يصبح هذا مرضا كبيرا، ويصبح هذا خطرا يمكن أن يمتد إلى شئات أخرى. نحن نؤمن بما يقول به هؤلاء، يتحدثون عن التسامح مع الجميع، وليكن التسامح مع المتدينين أيضا. هذه الأمة، من لا يتسامح مع أمته ماذا يفيدنا أن يتسامح مع أناس آخرين من جهات أخرى؟ ماذا يفيدنا نحن؟ نحن نقول إن هذا وضع سوي عادي، الأمة حاضنة للمساجد، هي التي تبنيها، ولذلك هي لا تبنى بأموال
تجتلب من جهات بعيدة، هي تبنى بتبرعات هؤلاء السكان، بهؤلاء الفقراء، بالنساء، بالرجال، بالتبرعات التي يقدمها، وتنشأ المساجد والناس يقفون في الأبواب ويعطون من وجوههم ويقبلون ربما أن يرد عليهم بكلام غير لطيف. إذن فهذا أمر يجب أن يكون معروفا، أن هذه إرادة الأمة، وأن الأمة لا يعقب عليها فرد ولا جماعة إلا إذا كان هناك سعي نحو التطاول على الأمة والارتفاع فوق مستوى الأمة. إذن فقلت إن القبول إن المسجد والوجود المسجد أصبح ولله الحمد أمرا مقبولا مطلوبا، لأن الناس يقدرون حاجاتهم، الناس هم أعرفوا بحاجاتهم. الرجل يعرف أنه حينما يكون في مكان بعيد لا يصلح له أن يسكن فيه، لأنه يكون مقصيا عن المسجد، لأن أبناءه لا يدخلون المسجد، لأن زوجته لا تدخل المسجد، فهو لهذا السبب ويقول أنا لا أؤدي صلاة الجماعة. عنده مجموعة من الدوافع والبواعث، ماشي تقول له أنت لا أنتم تبنون المساجد يجب أن تبنوا المعامل، دعوكم من المساجد. هذه كلمة ساذجة، عيب يقول الإنسان هذا، بمعنى أنك حينما لا تبني المسجد مباشرة تبنى المعامل. كم من مدن ليس فيها مساجد وليس فيها معامل، المسجد لا يزاحم لا معملا ولا ناديا ولا مدرسة ولا جامعة، لأن هذه الأشياء كلها يجب أن تكون موجودة في المدينة. المسجد له قيمته ومعناه، والمصنع له دوره، ولا شيء يزاحم الآخر. تقولش دير هذه ما ديرش هذه، خصك دير هذه كل شيء، مع العلم أن المعامل لها أسلوب آخر وشيء آخر يستدعيها. المعامل تحتاج إلى ترويج، ما كانش الناس إذا كنت عندك سوق فلا بد أن تبني المعامل، ولا إذا كنت تعيش الركود لماذا تبني معامل إذا كانت المعامل الموجودة لا تشتغل؟ هل هذا من العقل؟ ما يقول لك عقلانيين دائما. إذا كانت هذه المعامل الآن عندنا في حي الصناعي خاوية ولا تشتغل، ليش نزيد إحنا نبني معامل؟ ومن هذا الذي يبني معامل وينفق أموالا ليجعلها في نهاية المطاف؟ شغلوا اللي كاين. على كل حال هذا كلام لا قيمة له، إنما أقول تجاوزنا هذه المرحلة، مرحلة الدفاع عن وجود المساجد، وهذا أمر تتطلبه الأمة والأمة لا يعقب عليها. صافي. الذي نحن في حاجة إليه الآن هو أن نعي أن المسجد حينما يبنى أن هذا المسجد له رسالة وله مهمة وله وظيفة. قلت إن هذا المسجد وبناء أذن الله بأن يوجد في وسط المسلمين، ولما أذن بذلك فإنه قد حدد لهذا المسجد رسالة ووظائف حقيقة متعددة يجب أن يؤديها، أي من تمام بناء المسجد تشغيله بالبرنامج الذي أعده له القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لا معنى لأن تبنى المساجد بالأموال ثم تعطل نهائيا أو تشغل تشغيلا جزئيا. مثلا لو أنكم ربما استمعتم في بعض النقاشات أن هنالك مثلا مستشفى بني في مكان ولم يكن هناك أطباء، لم يكن هناك ممرضون وأغلق. السؤال الذي يطرحه أي مواطن يقول لماذا يبنى المستشفى إذا كان لا يوظف لا يشغل؟ إذن من تمام
بناء ذلك المكان استثماره وتشغيله والإفادة منه، وإلا فإن ذلك عبارة عن سيكون عبارة عن شيء غير معقول. لذلك نحن يجب أن نتفق منذ الآن على أن هذا المسجد ليس مكانا يفتح فقط بلا رسالة. ما هي رسالته؟ 1، 2، 3، 4 لتنفيذ مراد الله من بناء ذلك المسجد. ما هي رسالة المسجد؟ هذا سؤال، وهل طرحه الواحد منا؟ تل ابني المساجد ما يطرح السؤال، تل ابني مسجدا نصلي فيه. الصلاة جزء من وظائف المسجد، 1. لكننا حينما نقرأ في تاريخ المسجد والمسجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في تاريخ الإسلام، نجد أن هذا المسجد له وظيفتان كبيرتان. الوظيفة الأولى ترقية الناس في دينهم ومعادهم وآخرتهم وتصفية عبادتهم، والأمر الثاني ترقيتهم اجتماعيا وحضاريا. فيجب أن يؤدي المسجد هاتين الوظيفتين تمام الأداء. فأنت حينما تأتي إلى المسجد تصلي وتنصرف، ذلك بعض ما يجب، ولكن مسجد رسول الله لم يكن على هذا النحو. كان هنالك ترقية دينية، وهذا ستلاحظونه. بعض الناس هكذا يفهم أن له وقتا محددا مع المسجد، هو محدد بما هو بين تكبيرة الإحرام والسلام، أي المسجد ليس له من حق في الزمن الذي هو زمني إلا هذا، أدخل أكبر أصلي أسلم ثم أنصرف، انتهى الأمر. وهذا خطأ فظيع. ولذلك تجدون بعض الناس لم يعلموا الوظائف الحقيقية للمسجد أصبحوا يتراكضون، إذا خرجوا إذا صلوا لا يذهبون ذهابا عاديا، يذهبون مسرعين، كأنما كانوا قد حبسوا عن شيء مهم، وكأنهم شغلوا بشيء ليس مهما. وهذا هو الشيء الذي يجب التنبيه إليه. فأما هذا الجانب الديني الذي يجب أن أذكره لكم، فلتعلموا أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الناس في هذا المسجد وهم لا يعلمون من الدين شيئا، لكنه لم يكن يكتفي منهم بذلك. كان عليه السلام يرتب، إلا بغي تحية حياة ديال المسجد، إلا بغي تريق المسائل قد يرتب للصحابة لقاء يوميا بعد الفجر. كان يجلس في مكان في أسطوانة، يا أسطوانة التوبة، أسطوانة الرابعة عن المحراب النبوي، يجلس ويحدث الناس يوميا. والناس لا يتحدثون وهم نائمون، لا يتحدثون وهم ينتظرون متى ينصرفون، يتحدثون وهم راغبون في الإصغاء. فإذا سمع بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم استوثق منه، بل إن أحد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك الحديث فلا أحفظه، لا أستوعب، ليس له ذلك. فقال للصحابة اكتبوا لأبي شاه، يسمى أبو شاه هذا، قال اكتبوا لأبي شاه، هذا ليس رجل يعرف من نفسه أنه لا يستوعب، ليس عالما، ولكنه لا يمكن أن يترك هذا الكلام يذهب. من أين جاء الحديث النبوي كله؟ من هذه الجلسات. من أين سمع الناس القرآن؟ ماشي يخرجوا من المسجد كانوا يمشوا الكلية، ثم سمعوا القرآن في المسجد، وسمعوا الحديث في المسجد، وسمعوا الفقه في المسجد، وعرفوا الإسلام في المسجد. أين هم المسلمون من هذا؟ أبدا. صلاة وروح تمشي في حالك. وهذا خطأ يجب أن يصحح، يجب أن يصحح. لماذا؟ لأن هذه العبادة ليست عملا عاديا. العبادة هي الشيء المهم في حياة الإنسان، هي سر وجود الإنسان،
والله ذكر لنا أنه ما خلق الجن، ما خلق الإنسان، ما خلق الكائنات إلا لهذا الغرض، إلا ليعبدوني. فأهم عبادة فعل يصلك بالله، وأهم مطلوب منك أساساً هو العبادة. فإن قمت بها فقد أجبت عني سر وعن سبب الخلق والمجيء، وإلا فإنك حياتك هي حياة عادية، حياة جسدية لا تؤدي المطلوب والمراد. فوجب إذن أن نعتني بالعبادة بقدر ما هي مهمة في حياتنا، بقدر ما هي سبب وجودنا نحن، سبب الخلق هو أن نعبد الله تعالى. فوجب إذن أن نعطي هذا الفعل وهذه العبادة جزءا من اهتمامنا، واهتمامنا يكون دائما بتعرف هذه الأشياء. لأننا نتصور أن العبادة يكفي فيها أن الإنسان يؤديها، يؤديها وصافي، والله غادي يقبلها يقبلها. الله ليس مرغما على شيء، الله يحدد لك أشياء في العبادة. ماذا في العبادة؟ ما العبادة تشوف شنو؟ الفرائض، الشروط، الواجبات، النواقض، كل هالشي ما تعرفهاش أنت. أي العبادة كلها ماشي غير عبادة صافي، ما تقرأ في كتاب ديال الصلاة، ما هي واجباتها، ما هي فرائضها، ما هي سننها، ما هي مبطلاتها، ما كل شيء تفوت فيه أنت، غير تأديها وصافي. وإذا أديتها وهي باطلة، شنو معنى الأداء ديالها؟ لأن الناس بعضهم يتبع بعضا. هذا العصر ديالنا عصر الهبوط، النزول ماشي الارتفاع. اللي يحدك في الدين يوركك، يزيدك اللور، يحشي يعمر لك الراس تاعك واحد المجموعه ديال الخرافات لا اصل لها ولا سند لها. قل كذا هو الدين، ما راكش في الدين، راك خارج عن الدين. الدين هو الكتاب والسنه، ما زاد عن الكتاب والسنه وما فعل فيه الاشخاص هذاك يعنيهم. عندك تمشي على شي حاجه غلط. انا مثلا باش تشوفوا الامر بيسر، هو رجاي رمضان، الناس لا يكلفون انفسهم، كل شيء في رمضان دبروا فيه، مش الاسواق الان اللي يشري هذه واللي يشري هذه واللي كذا، بحال اللي جرى داخلين الحرب العطريه واللي كذا واللي ها، كل شيء الناس راه تشري. رمضان جاي، رمضان جاي، جريوا والاسواق والتعب. الا شيئا واحدا وهو الفقه، ما عندنا ما نديروا به. اول شيء لو كنا نحن صادقين في ان نؤدي أن لا بد أن نجمع فقهاء، أن نقول الله يخليكم قبل ما نصوموا أعطيونا ثلاثة أربعة ديال الدروس في الصيام. لأن معنى ما معنى أن الصوم تكون وصومك باطل؟ ما معنى الصوم تبقى محاسب عليه يوم الصيام؟ فيه أحكام، ما فيش لعب، فيه أحكام. أنا نشوف بعض الناس، أنا هذه جات كثرت في بعض المدن، يجيوا الصبح يودن الفجر، ودنوا الناس غادي يصليوا الصباح، غير هما يودن الصباح وينوضوا يجريوا ولا يشربوا الماء. هاكو تشوفوهم، هذه ما كناش نشوفوا، هذه يمشي يشرب الماء، كي يودن الصباح وداك يمشي يجري الماء. علاش؟ نسولك، نقول لك واحد السؤال، لو انه ودن الدن الصباح ونط وصليت مباشره، صحيحه الصلاه ولا ماشي صحيحه؟ صحيحه. علاش؟ لأنك صليتها في النهار، وفي الصيام لأنك تفطر، ما راكش تفطر في النهار. إذا صليت في النهار حتى إلا فطرت راك فطرت في النهار، معناها راك كليت رمضان سي كليته. علاش احنا نودنوا إذا كانت نصلي ونخليوك أنت باش تزيد 10 دقائق ولا ربع ساعة؟ علاش نأدنوا كاع، نخليو كل واحد يفطر يصوم كي يبغى؟ هذا نوع من العبث بالدين. كان اشخاص جابوا شي اشياء من كذا، يقول لك المغاربه راهم يصلون او يؤذنون قبل الوقت وكذا وكذا، هذا لا اعتداد به، ما عنده اساس. لماذا؟ هذاك يتكلم بكلام ماشي منضبط. الكلام الشرعي منضبط، الكلام الشرعي مضبوط. البلوغ ها العلامه ديال واحد زوج ثلاثه اربعه، مثلا اي شيء في الشريعه زكاتها متى تجب، هالمقدار هاك، كل شيء بالمقادير. الا في الصيام يقول لك ايوا خلي حتى يطلع النهار شويه، شوف شحال وزن الساعه ولا ربع ساعه ولا شي عباده. هذه
ماشي شأن الشريعة ما فيها شك. نحن نعرف الآن علماءنا الله يجزيهم بخير القدماء والمحدثون بذلوا جهد كبير في ضبط الوقت، راه عندهم داك الشيء بالفصيلة، الفجر فوق في الظهر فوق العصر فوق المغرب فوق والعشاء فوق، ما خلاولكش فين تزيد انت، جيب شي كلام خاوي ما عنده لا اساس، لا غير معليش نزيدوا شي شويه، كاين شي حاجه تسمى شويه؟ انت تزيد نص ساعه ولا خذ يزيد ربع ساعه، واحد اخر ياكل والشمس طالعه، ها؟ ايوا معليش، ماشي دين هذا، هذا عبث. انت غادي تصوم يوم كامل، فيجب ان تحتاط لدينك، احتاط على الاقل باب الاحتياط. حنا لما كنا نشوفوا بالنسبه للاذان ديال المغرب، ماشي غير الاذان، يقول لك الاذان ويزيدوا يحتاطوا شي شويه بالامساك، يقول لك مسك شي شويه قبل، لان كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذاك يمسك، كانت تبقى له تقريبا مقدار 50 آية الإمساك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمسك على قبل الفجر بمقدار قراءة 50 آية، هذا ماشي 50 آية، هذا يودل الفجر ويزيدوا فوقه ما شاء الله، يزيدوا ديك العباسية ديك ربع ساعة ولا 10 دقائق، هذا لم يكن موجودا. سبب ماذا؟ هو عدم التفقه في الدين. الإنسان ما متفقاش ويجي واحد تلقى في الزنقة واحد يلعب له بكل كل، قول له زيد أعطيني أنا باغي نزيد، قول لي شحال دقيقة جوج عشرة. احنا بعض المرات نتحاسبوا على الدقيقة في الأذان، فالمغرب راح نتحاسبوا على الأذان، نقولوا المغرب ها هو بالدقيقة بالفاصلة، فهمتوا؟ أنا لأقول لكم بأن العبادة ليست كما يظن البعض أن الإنسان يعبد الله فقط ومن غير علم، الإسلام جاء بالعلم، الإسلام هو العلم، كل عبادة ليس فيها علم فهي في خطر. إذا مشيت العبادة وغير اللي جا جرك داك هذا، واحد يقول لك اجي معنا واجي تمشي لهاد الجهة واجي، رحنا صحابنا راه قال لي فلان ولا اخر، قال لك بعد على داك الشيء ولا غتمشي في شيء في مسلك خطير جدا. ولذلك كان الناس في كل شيء الكتاب والسنة، بل بعض العلماء وبعض الناس الصالحين قال إني ليرد علي الخاطر الوارد، جيني فكرة فأقول لا أقبلك فكرة إلا بشاهدي عدل من كتاب وسنة. هكذا المسلمين كانوا منضبطين، يقبض الإنسان يقبضوا تدير به اللي بغيت، دير اللي بغيت، لأنه ما عندوش مقاومة، ما عندوش، لا يسأل عن الكتاب ولا عن السنة، غير يقول يا الله يقول بسم الله. وهذا الشيء وقع الآن عند المسلمين في 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 مناطق من العالم الإسلامي، دائما تيارات ودائما ديانات، ولذلك هي الشيء اللي راه، وهذا ما يشجع على الاستعمار. احنا فين نعرفوا؟ حنايا نعرفوا البهائية والقديانية والأحمدية، راك تشوف شنو، ما تسولش راه غير صغيرة، ترى كاين حتى في الجهات أخرى كاينة. المهم أن الناس ينفصلون عن العلم الشرعي، هذا المطلوب، وتختلف الأمة ولا يمكن اجتماع، ولا يبقى دائما القوي بحال لهم الاستعمار الآن يديرك بحال الشيء الآن في الدول الإسلامية والعربية كلها شتتها كلها باش تبقى قوي واحد، وإسرائيل راه في الدين كذلك غادي يشتتك، كل واحد غادي يهضر بهضرة، وبعض الناس ليس له هو في ذاته لا يفقه في الدين شيئا، فكيف يمكن أن يعلمك الدين وهو لا يعرفه؟ إذن فهذا الأمر الأول أيها الإخوة، وهو أن المسجد تصحح فيه العلاقة مع الله، العبادة، ولذلك إذا كان الإنسان يريد أن يصحح يجب أن يكثر من حضور الدروس ومن طرح الأسئلة، وأن لا تأخذه العزة بالإثم، ما يقولش لا أنا مشغول أنا عندي كذا، ما راكش مشغول بشي حاجة أحسن من العبادة. نهار اللي تكون تمشي تتفرج شي حاجة شي تفاهة من التفاهات في التلفزيون ما راكش تكون مشغول، ولكن في العبادة هي سر وجودك، فلذلك لابد أن تهتم بها، والمساجد أساس هذه هي وظيفتها. والناس حينما كانوا راغبين في الآخرة لم يكن يتصور أن إنسانا مسلما، كاين لعلماء وكاين لمتعلمين، كاين لعلماء وكاين لناس صناعية وحرفيين كانوا يمشيوا لعند العلماء يجلسوا. لما تأخذ المساجد ديالنا القديمة ولا أي مسجد فاس، شنو كاين شكون اللي كان يحضر؟ راه ما بين المغرب كانت دروس ديال الطلبة
يحضروها في النهار مع العلماء ديالهم، وكاين المغرب العشاء كاين دروس لا العام. وذاك العامي اللي كانوا يسميو عامي ماشي بحال العامي ديالنا، العامي يعرف كل الاشياء الفقهيه بكيفيه اجماليه يعرفها، تسولوا في الرضاع يعرف، تسولوا في هذه يعرف، تسولوا في هذه يعرف، لانه لازم العلماء. وشوفوا انتم واش هذا الشيء، هذا هو اللي كان، ما كانش عندنا احنا العامي بهذا المعنى اللي ما يعرف والو. احنا عندنا عامي يمكن يكون قاري، يكون عنده البكالوريا هو عامي ما يعرف والو في الدين، ولكن هذوك الناس كانوا بلا يعاود البلغة ولا يعاود كذا ولا ينسج ولا كذا ولا يعاود النحاس، ولكن ماشي غايب على الدين. يقول لك يعني قريت عن سيدي فلان وراه قالنا كذا، هكا كانت الأمة تصلح دينها لأنها كانت رغبة يعني. وكانت الأمة دائما المسلمة أمة الحضارة أمة المعرفة، ما كانش عندنا في، ولذلك هذا وقع في التاريخ، ما كانش عندنا أميين حنايا يعني. الأمية جات بسبب البعد عن الإسلام. علاش يقول كانش نقرانية يعني؟ علاش ما غاديش نتوظف؟ ولا ولدي موظف وراه قاعد بلا خدمة، قول له روح مشي تقرا. يقول لك انا ولدي ما دار ليسونسور يدور. العلم قيمة قبل الوظيفة، هو قيمة في نفس الإنسان. لما تكون عالم تكون إنسان. لما خلق الله آدم علمه الأسماء، لما تساءلت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء. كأن الله يقول للملائكة إنني خلقت هذا الكائن ليكون عالما، ولذلك أنبئهم بأسمائهم، قال الله تعالى أنبئهم بأسمائهم كلمه. فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك لا علم لنا. إذن سبب وجودك لما طرح هذا السؤال ها كان السبب والجواب هو أن الله خلق إنسانا ليعلم. فإذا كان هذا الإنسان لا يعلم ليس جديرا بالخلق، هذا يفسد فيها ويسفك الدماء فعلا. ونحن ولله الحمد يجب أن نمضي في هذا ليتعلم. إذا كنا احنا ما نمشوش للمسجد ما نتعلموش، غادي يتعلموا أولادنا. غادي واحد المرة تبقى تجبر بينك وبين الولد ديالك والحفيد ديالك، بينك وبينهم بعد المشرقين، ما راكم غتلاقاو حتى فشي حاجه. تبقى اسره ديال تجمعكم الطابله وصافي، ولا الماكله والفراش، والا في من بعد تتكلم في شيء هو راه يقرا في واحد في الانترنت، راه يشيح في شي اخر، وراه يحشم وراه يقول لك ابا وصافي. ولكن الذي يجمعنا هو المسجد، لتكون ثقافتنا المشتركه هي هذه الثقافه الشرعيه. نقرا اشياء اخرى طبعا، ولكن نبدأ من القاعدة لنبقى أمة. بلا العلم الشرعي ما نكونوش أمة، نكونوا غاشي مجموعة ديال البشر كلها يفكر في شكل وكلها غادي في واحد المشروع ديالو بوحده. لذلك أبين أن الإخوة النتيجة ديال هذه الكلمة أن الإخوة يجب أن يصححوا هذا. الناس اللي باغي الآخرة طرحوا هذا السؤال بجد. خليك من ذاك، أنا نعرف هذا الشيء، ما تعرف والو. عطيل الانسان يجي مثلا، هو فرضنا يجي واحد الفقيه يدير الدرس، نستنى حتى يجي يقيم الامام كذا باش ما نسمعش ذاك الدرس، كانني حريص على ان هذا الدرس ما نسمعوش، معنا عندي كونترا مع شي جهه اخرى باللي ما نسمعش الدرس. إيه جيت واحد ربع ساعه قبل وسمعت جوج كلمات ولا ثلاثه، فضل لك من اللي تبقى له، لان يمكن كلمات زوج سمعتهم غادي يكون فيهم السعاده ديالك، السعاده الابديه. فلذلك يجي الانسان الجمعه يبقى يتحين حتى يقرب على الامام يطلع ولا يطلع، عاد بقاو الناس داخلين. هذه ما كانتش في 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 الناس، الناس راهم في المسجد يهجرون، كيمشيو الصباح ويقرا القران ويسمع اذا كان شي حاجه ما يسمعها، ويجي الختام، هو الختام هذاك هو الخطبه. ولكن ماشي يجي داخل الخطبه في التالي ولا غير، نعرف واحد المجموعه ديال الناس يصليوا دائما مجرجرين، وكاين اللي تسبقوا عاد ركعه ولا يبقى جم. هذه صلاه الجمعه، ماشي صلاه الجمعه هذه، عادي. صلاه الجمعه نظمها الشرع بطريقه، فاذا اردت ان تصلي صلاه الجمعه فعليك ان تصلي صلاه الجمعه كما رضى الله لك، ما تريده انت. وما تصورش انك دائما مشغول ودائما عندك الخدمه ودائما، وكي نسولوك كي لا خدمه يقول له ما كان لا خدمه ولا احنا غير قاعدين، احنا ما كان لا ما نبيعوا ولا ما نشريوا. كي يمشي للجمع لا احنا مشغولين، ما عرفناك واش راك مشغول ولا ماشي مشغول. فهذه اشياء يجب التنبيه اليها. الشق الثاني أيها الأخوة، والجانب الثاني وهو جانب حضارة،
المسجد حضارة، مش يتصلي حضارة. حضرنا القرآن الإسلام بالمسجد، فيه أحكام. أولا علمنا أن نلتقي وأن نكون مع الجماعة. القرآن يقول لك، الإسلام يقول لك، إذا صليت وحدك عندك صلاة واحدة، إذا صليت مع الناس 27 درجة أو 25 من الناس حال، ما أخذته بسبب الاجتماع بالناس أكثر مما أخذته بصلاتك وحدك. وانت الآن تريد الآخرة، لماذا تصلي انت في البيت ديالك؟ علاش الآن شحال واحد راه مصلي غير في الديار ديالهم ولا لا؟ شحال دوك عكز برد ولا كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول باش يبين قيمة المسجد والصلاة مع الناس، كان يريد يقول هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، فأعمد إلى أناس يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير من البيان، هو ما درهاش ولكن بين القيمة ديالها، كان يريدك أو هكذا يرى أنه ينيب رجلا، قل شي رجل أجي صلي، فيذهب إلى أناس يصلون في بيوتهم ما يصليوش معه فيحرق عليهم بيوتهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلهاش، لا يفعله. لماذا؟ هذا الترهيب من هذا الفعل. يقول لك بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دارش، لأن البيوت فيها من يصلي ومن لا يصلي، فيها النساء اللواتي لا يذهبن إلى المساجد، فيها الأطفال. ولكن غير لأن لو كان هذا حكما شرعيا غادي يكون أمر آخر، ولكن غير يقول لك هذاك الإنسان اللي مشى ودخل سميتو وشد الآن قبض البلاصة ديالو قبض التلفزيون راه يدور في سميتو، كان خصو يكون في معلم إلا كان يحيا حياة إسلامية، ولا بغى حياة كما يبغى الرسول الله يعاونه. إذن معنى كل هذه الأشياء تبين لك الفرق الكبير بين أن تصلي في بيتك أو أن تصلي مع الناس. إذن هذا أمر، هذا معناه أن المسلم ينضم إلى الناس. لذلك حتى لما يجي الإنسان، وأنا نقولها حتى الإخوان ديالنا درك، لما يجي الإنسان ما يجيش بواحد فكرة انعزالية. أنا نشوف واحد العدد ديال المساجد، يجي الإنسان ويمشي للتالي ديال الجامع ويقعد يسمع، هو ويبغي الراحة، يبغي هذا الجامع ما نضمناهش حنا ولا نضمته البلدية، نضمته الأحكام الشرعية. هذا النظام ماشي ديال البلدية، تقعد فين بغيت ما كاينش، تقعد فين بغيت. يجب أن تلتقي مع الناس، تجلس مع الناس. وهذا يديروا في المات كان يديروا إخواننا يديروها، يوركوا يمشوا للحيطان يوركوا. هذا جيت للعبادة الآن، الجلسة ديالك راه عندك فيها الأجر، ماشي جيت تورك راه توركت في جهة أخرى. جيت تنضم للناس. لما تجي الصفوف ما يمكنش تصلي وحدك، كاين الآن الناس يصلي. ولذلك حتى تحدث بعض الفقهاء عن الذي يتعمد أن يصلي وحده، والبعض قال لأن كاين حديث زادك الله حرصا ولا تعيد أو ولا تعد ليصلي وحده. فأنت الآن خصك تنضم للناس، وإذا أنت دائما حسن من الناس وغير باك يقول له وما عندكش كاع الغرض في هذا الدحاس، الدحاس ما ديرش في السوق، ما أنا في الجامعة يدخل الدحاس في السوق ولا في المحلات اللي فيها الفلوس وفيها كذا، لا ديرش الدحاس. أما هنا خصك تقرب، والصف الأول أكثر أجرا، والصف وليه الثاني، أما في الأخير هذيك صفوف النساء كما هو معروف. فين الأحكام الشرعية؟ كاين، لأن كاين بعض الناس ماشي نقولوا ماشي ما عرفوش هادشي، كيجي يمشي يقعد الثاني، لأن ما يعرفوش بأن الإسلام راه ينظم، راه يحضرك، راه يقول لك خصك ما تكونش بوحدك، تكون ما تكونش انعزالي. جماعة الآن قعدت مع السي فلان وراك كنت قدامه وراك مسلمت عليه وكذا وكذا، ويمكن تتسلم وتسألوا عن نفسه، يمكن يكون جارك، يمكن دائما كاين الخير. لما تدخل المسجد وتجي كاين دائما آداب، هذيك الآداب هي نفسها اللي حضرت اللي تحضرنا. نحن نصلي وراء إمام، نصلي وراء إمام، والإمام يتقدم ولا نستبقه، ما نجيش هو يود احنا لا احد يسبق له ولا يتاخر. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتاخر عن الامام. مثلا الامام رفع راسه، واحد باقي عاد عنده شي غرض اخر يزيد، لا ما قدتوش ديال الامام، حتى يطلع الامام يبغي يركع هو يطلع. دائما هو غلط، دائما ما شادش الحساب مع الامام. هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يمسخ رأسه رأس حمار. علاش؟ لأنه يرى أنه أفضل، أفضل من الإمام وأفضل من كذا. الناس يركعوا وما زال خصو حتى يكمل، راك مع الإمام في ذمة الإمام، ركع معاه،
ارفع ارفع معاه لحتى نكمل، وفوق تكمل انت، فوق تكمل. اذا انت قرات بصوره طويله مر امام سريه، وفين غادي تركع حتى تكمل انت ويكون غادي يكمل الصلاه. انت اللي تعلم، لان المفروض هنا هو الانضباط والانضباط. ولذلك انما جعل الامام ليؤتم به، جعل الامام ماشي ليخالف، ليؤتم به. لماذا؟ ليعلم الانسان ان في حياته يجب ان ينضبط. نحن لا ننضبط، نحن نحب الفوضى دائما. هذا الانسان الذي الان يعلمك واحد القضايا اقتنعت بها في قانون السير، انا نقول واحد الله بعض المرات نقول حشومه، ماشي حتى حشومه، واحد الانسان كبير ويشوف الضوء احمر ويفوت فيه، عيب. ماشي الشرطي، انت ماشي انت ماشي منضبط، انت مازال ما فهمتش من انت. عارفك انت اشجع الناس واعرف الناس وافهم الناس، ولكن لست في المستوى. انت تعيش في مدينه، تعيش في مجتمع، اتفقنا بان الضوء الاحمر ما يفوتش فيه، ما تفوتش فيه. لا انت تعفريت، انت تفهم، انت مشغول دائما. بعض المرات يفاجئك واحد، لان كي تفوت انت في الاحمر الاخر يفوت في المعاكس. اذا تقاسيت انت شنو هي؟ انت فوت في الاحمر، هو كان جاي كان عنده هو الخضر، وانت فت في الخضر ديالو، كي دير تشد ضربته ولا لا؟ ضربته قتلته، شنو هي؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. اذا كاع هادشي اكتسبته بسياقه السياره. راك قتلت نفس، راك حدفت فاجعه، راك درت مصيبه في اسره، راك خليت اطفال ايتام، لاش؟ لهذه الحماقه. شحال كان يقتضي منك انك توقف؟ شحال؟ جوج دقائق وقف. انت الدقائق انت كاع ما يتحسبوش، درجه الساعات وما يتحسبوش، ماشي الدقائق والثواني. عشان نقول لكم، لان هذا اللي الان في قانون الصلاه هو اللي كاين في قانون السير، الانضباط. بغيت الامام تمشي تصلي معاه، انضبط. الا عجبكش الامام صلي في جهه اخرى، ودير الامام بوحدك. ولكن ما تقول انا مع الامام، فيجب ان تعتبر انك تابع له. هذا درس كبير. لما تقولوا بان الاوروبيين بعض المرات يمشيو يقولوا منظمين ويعرفوا فوق يفوتوا، يعرفوا فوق، والباساج ديال الطريق ما يفوتوش فيه، من النظام، من الانضباط. ونحن فين نبداو الانضباط؟ نبداوها هنا. لما نتوضا، لما نتوضا نحن، اش يقولوا؟ ترتيب بين الفرائض، ماشي تجي التالي تبدا. اذا بغيت توضا تبدا بالرجلين وانت طالع، لا انا ابدا ترتب. فكذلك ترتيب الفرائض، ترتيب السنن، بحال الترتيب من بعد في الحياه كلها. انت طلعت في الطوبيس ما تطلعش من القدام الى الناس غادي يهودوا من القدام، تطلع من التالي، تطلع من التالي. وانا تلاحظوا، شوف شعوب كبيره حقيقه، احنا نتاسفوا للمسلمين، لان المسلمين كيدخلوا كاع يقعدوا مع بعضياتهم، كل شيء يبشروا بعضياتهم بالجنه. انت من اهل الجنه وانت من اهل الجنه وانت من اهل الجنه، انت ما دات والو، شاط لك شويه ديال الماكله واعطيتها لشي واحد وصافي دخلت بها الجنه. لما تشوفوا الان بعض الأشرطة اليابانيين، تعرفوا شعوب اليابان؟ تعرفوا شحال العدد ديال السكان كيخرجوا في جحافل دود خرج، وما كاينش خطأ، ما كاينش واحد يطال الآخر، ما كاينش واحد يصد على، ماشيين كلهم ساكتين. وكيفاش وصلوا هذوك؟ وكيفاش حنا الجوطية ديالنا، وكيفاش حنا الجامع ديالنا، وكيفاش حنا معنا ما فهمنا ما دينا من الإسلام والو؟ الانضباط هذا شيء. ولذلك يقول الفقهاء الإمام هو متقدم ونحن نختاره ونصلي خلفه. فإذا أخطأ، إذا أخطأ الإمام ماذا نفعل؟ نسبح له، سبحان الله. ولكن بعد إذا استمر نستمر معه، لا نخرج عليه، نجي خرجنا من الصف، لا سيدي ما عرفش هذا الإمام بالك عليه، لا، تتم معه الصلاة. لماذا؟ لاعتبار الجماعة، لأنك ضمن جماعة. ماشي هذه حضرة؟ هذه ماشي حضرة؟ هذه لو كانوا يقولوها أن الناس في دولة أخرى نقول مزيان، هذه حضرة. في يقول الفقهاء إن الإمام حينما يصلي بالناس ويسلم، صلى في المحراب وسلم، لا يبقى في المحراب، يخرج ورجع على برا. وكيف يفعلوا الأئمة؟ لاش؟ لأنه ما استوجب البقاء في المحراب إلا بسبب انتهى منه وهو الإمامة. علاش كان في المحراب؟ إذا كان إمام، لما خرج ما بقاش إمام، ولا بحاله بحال الآخرين، خصو يبعد. ها فهمتوا؟ إذن هو دخل المحراب
بوصفه إماما، انتهت الإمامة يخرج. وهذا يذكره بعض الفقهاء، بمعنى أنك قد يكون لك تميز، ما تميز عندك من التميز، فإذا زال سبب يجب أن تعود إلى الأصل. أنت موظف، ها أنت موظف، أعطتك الدولة امتياز سيارة باش تمشي تحرك بها لقضاء الأشياء الوظيفية ولا تمشي، لكن الوقت اللي ما تكونش خدام بناء على ماشي ديالك، زال السبب، زال السبب، ما تمشيش به. نقول هذا، نقول لبعض الناس، نقول لبعض الناس فقهاء، اذا كان ما اشتغلتش في ديك اليوم الحد ولا كذا وديك، ما تكونش نمشي نديها ونمشي نتسوق بها ولا نوصل بها للدار الحمام ولا نصور بهم نمشي نعطيها للولاد يديوها للبحر ولا، ابدا هذاك ظلم. اعطيت لك بسبب وانتهى ذلك السبب فتعود الى الاصل، كما اعطي للامام ان يكون في المحراب فاذا انهى الامامه يعود. هذا كلام قاله الفقهاء، هذا كلام هو صلاة ولكنه إدارة، هذا فكر إداري، فكر حضاري، وهكذا. لا أريد أن أطيل لأن هذا الأمر يجب أن تسألوا عنه أيها الإخوة، لأن يعني الناس أنا لما نشوف بعض المرات هذا الشيء يزيد، لما نشوف الآن بعض الناس يصلوا مع المرات في الجامع، نعرفوا اللي مسلمين ما بقى يعرفوا والو، واحد يصلي في الجامع يوم الجمعة كل واحد باش يجي، واحد يجي بالسيرفيتمو كسوة ديال النعاس يجي بها وهي ماشي مفضوحه ما فيهاش، كيقولوا واحد يجيب شي كسوه فيها الزيت ولا فيها شي ريحه اللي يقعد قدامه يخسر له الصلاه ديالو، واحد يقعد ويسرح لك رجليه كي تقول له لا رجلي يوجعوني، غير هنا اللي يوجعوك رجليك، غير هنا ورجعوك. كاين اداب يتعلم الانسان، والشيوخ والعلماء كانوا يربيوا الناس، لان الناس كانوا يقعدوا معاهم، ولكن كي الانسان يولي عاصي ما بغاش خصو يدخل بالطريقه اللي يدخل في اليوم الجمعه ويجي ما في، كاين ادب الجمعه، كاين لباس الجمعه، كاين الجلوس ديال الجمعه، كاين استقبال القبله، هو قاعد هو يعطي القبله بالظهر يوم الجمعه، لان ما عنده خبر حسابه، هذا غير واحد محل دخول كما بغيت. يجب ان تسال العلماء وتقرا حتى في المواقع اداب المسجد، اداب الجمعه، وستلاحظون فيما بعد انكم تلاحظون ان شيئا مهما يتغير في حياتكم بسبب المسجد. إذن المسجد يعلمك أن تقيم الدين عن علمين، يعلمك تفاصيل الدين، أحكام الدين، ولا يجوز الإنسان أن يظل في هذا العصر أن يكون جاهلا بالدين أبدا. أحكام الدين يجب أن يعي الناس، الحمد لله الناس راهم يعرفوا الأحكام كثيرة، وكاين الشباب وكاين المثقفين، إنما يجب عليهم أن يقتربوا من هذا ويخلوا ينقصوا شوية من الجلوس في المقاهي، وهو ما يجبر لهم يبقى لهم الوقت بزاف. ثم لابد لهم أن يعرفوا الحضارة، المسجد حضارة، أنت تجلس مع إخوانك، أنت لا تزعجهم. احنا عندنا في الشريعة الإسلامية أن الذي يأكل ثوم كلا الثوم ولا البصل قال نهى النبي ما يجي المسجد، ما يجيش المسجد، قعد في دارك وصلي في دارك، لأنك تصلي ليك ولكن غادي هذيك الرائحة غادي تنطلق على الناس، لا يجوز. لذلك أو تقتله طبخا، معنى الطبخ ذاك الثوم مزيان باش ما يبقاش فيه ريحة وتجي، ولكن باش الثوم والبصل هذا راه نهى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والبر والكراس، نعم. ولكن كاين أشياء أخرى جات، هاد بعض الناس يجيب واحد الأحذية بروائح كريهة جدا، بعض الأحذية في طبيعتها فيها الريحة، هاد الباتوكا وهاد الصباط ديال الرياضة ويعرق، وتجي وتجبره في الجامع قلب الدنيا، ولا تجي واحد الانسان شرى شي حاجه ما شرى سماك ولا ويديروا في الجامع يقلب به الجامع، احسن قول له سير روح تمشي لداركم وخلي الناس، خلي الناس مطمئنين، لانك لست وحدك، هذه الصلاه جماعه، وانت لا يجوز لك ان تؤذي الجماعه. وكاين في هذا احكام كثيره، والاصل باش نختم ان يكون هنالك امن في المسجد، امن. الأمن هو أن الإنسان لما يجي المسجد يجب أن يجد نفسه مطمئنا، مطمئن، ما يتحكم في حد، ما يسئل حد، ما يوجه له شي حد شي كلمة ماشي مزيانة، لأن يعني بعض المساجد راه فيها كثير من المساجد فيها المسجد وفيها الإدارة، ومدير يشوف روحه بحال اللي رئيس شي إدارة ويتوجه الناس ما ديرش هذه ديروا هذه ما ديرش هذه خلى كذا كذا، هذا ليس لك. هؤلاء ما راهمش في الضيوف، ضيوف عندك، راهم ضيوف ديال الله تعالى، تحسن أدبهم، أدب معهم، طبعا التوجيه إذا كان شي حالة بالتي،
ولكن ماشي انت الشاف ديال الجامع، الشاف ديال الجامع ولا ما كانش يقدم ويؤخر لا ابدا. هؤلاء الذين يفعلون هذا يرتكبون معصيه، والفقهاء يقولون ان الذي يؤذي الناس بلسانه في المسجد يطرد منه، يخرج، قل سير الله ينك، لان المسجد ماشي ديالك، هذا راك تسلط عليه وصافي. وكاين المساجد اللي ما فيها واحد الزعيم ولا فيها كذا ما يسلك معه حتى واحد، لا كبير ولا صغير، لان واحد النهار عطى واحد 10000 فرنك كي كان يجمع التبله ولا ما عطاهاش كاع، المهم دار ولا رئيس. خليونا احنا جينا للعباده، جينا نعبدوا الله ونتادبوا مع الناس، وهاد الناس جايين سمعوا من الاحكام برا، وسمعوا من الاوامر والنواهي، ما باغينش السلطه ولا باغين غير خليهم يجلسوا يقراوا القران ويعرفوا الله تعالى. واللي اللجنه ديال المسجد شنو دير؟ مهمتها هي هذه، تقرب للناس ظروف العباده، تستدعي العلماء، تستدعيهم، تهيئ مناسبات الظروف، تحسن المساجد باش تكون نظيفه وانيقه وكذا، وترحب بالناس. واذا كان كذلك برنامج اخر هي تشرف عليه. انتم عندكم برامج، انتم الان عندكم برامج كالجنان، انتم عندكم الشباب هنايا، خلينا من هذو الكبار هذو صافي راهم يدخلوا، الشباب فين راهم؟ الصغار، دير لهم برامج ودخلوهم للمسجد، ماشي بالامر، دخلهم مسابقات، دخلهم باشياء وتجتهدوا غادي. اذا جاوا الابناء ديالكم الى المسجد راه المسجد عنده رسالته، واذا بقيتوا غير مع الكبار راه غادي يكمل مع الكبار، راه يمشيو هذو صافي راه ما عندك ما دير. فلذلك شبابنا اطفالنا يجب ان نكونهم اولا قضيه القران، ونشجعوهم على قراءه القران، ما نهربوش ولادنا. راه كاين شي حاجه شحال ما تكون الدوره الصيفيه وهربوا لدول مشي يديهم للسعوديه، غادي تشوف السعوديه فيما بعد، النهار اللي غادي تزحف هذه التيارات غادي تجبر ولدك ما يعترفش كاع بالاسلام، وغادي تولي انت غريب في دارك. لذلك قرب ولدك للاسلام، قربوا القران، اعطيه، لان حقه انك تعطيه التغذيه، بحال اعطيته التغذيه الماديه وكلته، اعطيه التغذيه الروحيه باش يثبت، باش يعرف دينه، وراه داك الشيء اللي تعطيه هو اللي غادي يكون، راه ما غاديش يجيبه من جهه اخرى. إذا وجهتوا انت سميتو وصاحبته باللطف، ما تعنفوا، ما تصدعوا، ما وغير شيء نهار يدير نهار يقبض ونهار يطلق، معليش. والمهم علمه يحب الدين ديالو، يحب القرآن، يحب، لأن لاحظوا راه كل البشرية راه ماشي الحفظ المحافظة على الأديان، كلشي واش كاين في العالم. حتى اللي كانوا يقولوا راه سمحنا في الدين راه ما سمحوش، كلشي الآن مهتم بالدين ديالو. اليهود تعرفوا ماذا يفعلون، النصارى ماذا يفعلون، البوذيون ماذا يفعلون، كل اهل الدين الان مولاو مهتمين بالدين ديالهم، الا احنا. احنا ما عليناش غير ناكلوا ونشربوا ونشريوا البطيخ والدلع وصافي، صافي. الا دينا لدارنا البطيخ والدلع صافي، ابدا. لا بد من الفهم الصحيح للدين، ولا بد من الفهم الصحيح لرساله المسجد. اذا هذا ذكرته لكم بمناسبه اننا في هذا المسجد المبارك، واننا نستقبل رمضان، وسال الله تعالى ان يوفق الجميع هؤلاء القائمين، ويوفق على ان يعطوا هذا المسجد وغيره فرص. وكاين مساجد الحمد لله الان نقول راها نجحت، خصوصا مساجد في اوروبا بعد كلها هكا، كلها ولادهم مطلين فيهم، راه في اوروبا راهم شادين ولادهم احسن منا حنايا، اللي يديو الاربع واللي يديو يقرا العربيه واللي يديو، خايفين على ولادهم، لان ولادهم ما غاديش يخرجوا لهم، خايفين الله يهربوا لهم. ولكن احنا نقولوا معليش خليه، راه جايه مهمات، الله يجازيكم بخير، اذا بغيتوا تقوموا بالواجبات خليوا عليكم المسائل الاخرى الثانويه والهامشيه والمسائل اللي تختلفوا فيها خليوا عليكم، ولكن هذا تعاونوا عليه، ديروا دوره صيفيه، شجعوا ابنائكم، شجعوا اولاد المسلمين، ديروا لهم جوائز، اعطيوا انتم، اعطيوا من نفوسكم، من المال ديالكم، ما ينفوتش المال ديالكم باش تخدموا به القران، ما يصلحش. بغيتوا فقيه، بغيت كذا شجعوه، بغيتوا الطفل شجعوه. بعض المرات حنا نجيو نديروا في المجلس، انا غنقول لكم هذا باش تشوفوا، دير خصك تقري له ولده ودير كذا، وهو راه غير هاز نيفو في السماء، لان ذاك ولدك ماشي ولده، ما يعاون، ما يحضر، ما كذا، حتى شي حاجه ما يديرها، هو ولده راه يقرا هذاك السير يسالك الله عليه هنا، انت قبل ما يسالني عليه انا، هذاك ولدك تشجع وتكونوا عندكم اللجان. كاين حنا عندنا لجان ديال كاين لجان اللي كانوا يشجعوا، كان بكثر مشاو، قل له يا سيدي احنا خاطينا القران، واش بغيت ندير لك انت؟ بغيت تقرا الانجيل ولا شنو باغي تقرا؟ إذا ما تعاونش في القران شنو الفائده فيك؟ علاش راك داير هذه اللجنه انت كاع؟ إذا ما تقريش القران ما تنشرش الاسلام غير روح تروح لداركم.
سمعنا ده غيرك بقى تسلط على الناس وصافي. علموا الناس القرآن وخذوا المسائل بالجد. هذا الشيء نقول لكم جد. راكم تشوفوا الآن اللي حل عينه مزيان في العالم يشوف اللي محافظين على الدين ديالهم راهم يبقاو، اللي مستهترين اللي ما عندهم والو، اللي يهمهم غير الفلوس، يهمهم غير الحساب والبنكه، راه غادي التاني يبقاو هكا حتى يمشيو، ما يخليوش موراهم الجره ديال الدين. راه كان شحال من واحد يموت ما يخليش الاثار ديال الدين في الدار ديالو، ما يخليش. نهار اللي يموت الناس يسولوا غير واش خلاه الدين، الفلوس ديالو تقاسموا ومن بعد ينتهي الدين بالدار. هو كان يصلي ولاده بصافي في الدار. اذا على كل حال هذه تذكره ونصيحه اننا نجتمع في هذا المكان الطيب ونحن نستقبل رمضان. اقول هذا ليس للقول فقط بل للعمل، لانه رتب عليه برنامجا. الان البرنامج اللي درته غير انتم بوحدكم راه ما غادي تقدروش، ولكن هادو معكم. الان هاد الناس اقتنعوا وكانوا في المستوى غادي يديروا شي حاجه، ولا ما اقتنعوش يقولوا غير الفقيه كان يهضر وخليه وصافي، راكم ما ديروا والو. نطلب الله سبحانه وتعالى ان يهدينا مراشدنا وان يوفقنا لصالح الاعمال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.